السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مهجية إكس. وكيف العادة كنتمنىكم تكونوا بصحة جيدة نتوما والأهل والأحباب ديالكم والعائلة ديالكم كبيرة وصغيرة وبطبيعة الحال حتى الكليبات ديالكم. نتمنى تكونوا لولا عمشا كلشي بخير وعلى خير. بعجالة الدراري اللي أول مرة غادي يلتحقوا بينا ما ينساوش أنهم يتابوناو فلاشين ويأكتيفيو البوطون ديال الجرس باش أي فيديو حطيناه جديد يلتحقوا به نستافدوا ونفيدوا بعضياتنا. والانستغرام ديالي هو احتجتوا اي حاجه مرحبا و الف مرحبا. بون فيت في ندخلوا في موضوع قسما بالله الا الفيديو ديال اليوم فكرت بزاف النوبات واش نسجلوا لكم او لا. لا علاش؟ حيت انا شخصيا من نوع الناس اللي ما كيعجبنيش نعمل هذه الحاجات زعما فهمتي كل واحد الله يسهل عليه. ولكن الفيديو اللي شفت اليوم راه الهربه راه بزاف عادي. كنت جالس كان اون فاس بيسي ديالي جالس كان نافيغي سور يوتيوب كنشوف شانيل هنا شانيل هنا شانيل هنا وبطبيعه الحال اغلبيه الوقت على كليبات كنستافد كنقرا كنسمع الناس في اوروبا في امريكان الناس اللي عن اكسبيريمونتي. مهم الناس زعما دي بروفيسيونيل كنحاول انني نستافد منهم. دابا كنطيح بواحد القناه د واحد المغربي في جوبونس مدينه الدار البيضاء بقيت هي كومبارازار كنشوف شي فيديوز وترلي انتباه ديالي واحد العنوان سلاله نادره وهذه ما بون ما نشوفو نستافدو ما نعرف اخوتي من تخوت الفيديو ندمت قسما بالله الا ندمت اكثر كاين شي حاجه اكثر من تعصبت مي فريمون دو نيمبورت كوا. الفيديو ها هو اون فاس ليلي مشكله الفيديو ان شاء الله تلاح هادي بالضبط 8 ايام فيه 55500 وشي حاجه د ليفي. يعني انت تخيل هاد 55000 الى غير النص ديالهم ما كانوش يعرفين غير النص غير 20000 ولا غير 25000 الدراري الا ما كانوش يعرفين يسمعوا هذا الفيديو هذا كارثه اقسم بالله الا مصيبه وحشومه وعيب وعاره صاحبي هذا الشيء تبوبليه. انا كنت كنعمل كونترول يوتيوب في الفجره اقسم بالله هذا الفيديو سنحيدو وماشي نمسحو واش نغبرو حشومه صاحبي عيب وعار. شوف خصك تعمل دي فيديو سهل عليك الله من يوتيوب تسترزق الله والله محشومه ومع شي عيب وما شي عار. امشي السوق غير القريعه صورتها تصهط في الكلاب كيعملوها بزاف دراري الله يعاونهم ما كاين حتى شي مشكل. ولكن ما تعطيش هذه ماشي انفورماسيون غارطه هذه انفورماسيون والعفو لله. سمعوا معايا عرفتي الدراري اللي كيعرفوا في الكلاب وغيسمعوا هذه الهضره اقسم بالله حتى ما غيعرفوش راسهم واش يضحكوا واش يبكيو. سمعوا معايا انا شوف انا ماشي كونتر مول القناه الله يسهل عليه الله يعاون. ولكن ما كتعرفش واحد الحاجه ما تبقاش تمشي عند بنادم كيخربق وعباد الله هو ماشي تخربق وهذا فوتنا هو يسمع سمع الله يرحمكم الوالدين سمعوا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ومعنا الاخ عبد الله. السلام عليكم. وغادي قربنا من هذه السلاله ان شاء الله وحنا كنتواجدوا سلاله نادره وجينا عندك زياره من عند قناه وشكرا لاخ عبد الله استضفنا اليوم وغيقربنا من السلاله ديالو راه سلاله نادره غيعطينا معلومات عليها غيعطينا الاسم ديالها ان شاء الله. وهاد السلاله فين كتواجد في المغرب بزاف المعلومات غنشوفوهم معاه في هذا الفيديو ان شاء الله. كما كنعرفوا على الدومين ديال الكلاب انا مجرد هاوي كيف ما كنقولوا الصراحه هي هادي. هاد السلاله هادي بدات عندي فيها اربعه الفصائل يعني بدات عنده يعني هو صنعه هو الجينيتيك ديالها لي لابوراتوار د العالم الجينيتيك ديالها هو صنعهم. هاد كلب تصنعي الدار البيضاء سمع جنن الروتويلر والبيرجي المون والمالين والبوالو. البيرجي المون والروتويلر والمالين والبوالو زعما البوالون اللي عنده الزغبة طويلة. سمع هو قال اربعة كلاب دابا ان شاء الله ثلاثة وفيها شوية ديال كيف كنقولوا ديال الروتويلر. ها الروتويلر فيها شوية ديال الروتويلر يعني ما مشني شويه زعما غير واحد الطرف ديال الودن هنا واحد شويه الظهر واحد شويه ديال الرجل اليمنيه وزنيطه غير الاخر ديالها. ربي سمع غالب عليه الروط لانها ما فيها الروط وفيها البيرجي اماها فيها الروط وفيها البيرجي وبواه فيها بوالو مالين وبوالو ودخل فيه القوقازي. المالين والبوالو والقوقازي سمع بيرجي المون والمالين والبوالو والروتوايلر والقوقازي ما لابوراتوار هذا كان كسقساو على الدوات كورونا كجبروا شحال هادي داخل فيها القوقازي حتى القوقازي ها تبارك الله ما شاء الله في اربعه الفصائل وانا اللي هجمته
أربعة فصائل هو اللي هجنوا. أنا والله ما كنترالي له بالله، الله يسهل عليه الله يعاون. هي ما تقولش هادشي في اليوتيوب صاحبي، تشوفونا الناس يضحكوا علينا والله صاحبي، تشوفونا غير دول عربية ما صار ما صار صاحبي، تشوفونا والله حتى يضحكوا علينا بالله صح حشومة. أما هادشي يمشي شي واحد كيترجمون شي فرنسيس ولا شي الإنجليز، أقسم بالله حتى تبهديلا صاحبي. والخدمة اللي ضربوا الناس، اللي ضرب خالد بدي هادي ما عرفش شحال من سنة، هو كيغوت، اللي ضرب محمد سميمي، اللي ضرب الناس الحماق غيضربها لهم هو في الزيرو. هادي انا ولي هجنته تهجين ديالي. هذا السؤال على تيرفو، شيان تيرفولور دخلوا البوم، شيان تيرفولور، شيان تيرفولور، وديروا سلالة شيان تيرفولور، دخلوا جوجل وديروا سلالة شيان تيرفولور، غيطلع لكم هاد السلالة. السلالة نادرة وغنمشي تفتشكاع على تاف ويكيبيديا، غتجبر هو اللي هو اللي هو اللي هجنا تيرفولور. كتواجد في العالم اش عندي سيدي معروف حي الناسي، هاد السلاله كامله كاينه غير في حي سيدي معروف، حي سيدي معروف حي الناسي كاينه غير عند هاد السيد هذا في العالم كامل، فيها القوقازي والروتوايلر والبرجي المون والمالينوا البوالور. بالنسبه للعالم فين كتواجد هاد السلاله؟ هذه فيها التعواجد في العالم المناطق البارده، روسيا، سيبيريا كبيرة الأحلى. روسيا سيبيريا والمناطق الكبيره تما كتواجد هذه، وفي حي الناسي في سيدي معروف انه ديال الرعي، انه ديال الرعي هو الروتوايلر القوقازي، التخليطه ديالهم خرجت ديال الرعي. عنده زغبه كبيره الشعير، عنده زغبه كبيره كيقصد بها الزغبه طويله. والله نوريكم فيديو تبقاو تضحكوا حق الله المعبد ديالو، زغبه كبيره بزاف انه هذا تحطينها عنده ذاك ملاصقه كيتحمل البرد، كيتحمل الاجواء القاسيه في الشمس، بالنسبه للحراره، بالنسبه للكرفصيه تبارك الله راه كلب ضخم تبارك الله، وشاري الشاري سير زي بصح من الكلاب داك الشيء ما خلاش نطلقوا داك الشيء اللي كاين انت ما كتشوفه تبارك. اسمع اسمع لاطاك كيفاش كيتخدم، اسمع راك كلب مربوط في شجره ما كاين لا ام داطاك لا ام يحزن، شاري زي بصح رانا شتو، ولكن ملي كتلقاو مولاه راه كيولي الكلب كاع ما تعرفو درواش كيعكسي حتى اي واحد داز من حداك يدخل جوا وبزاف حوايج، ولكن فاش كيكون مربوط راه كيكون حارس المنطقة ديالو ولا المكان ديالو بوحدو. ادخلوا قلبوا على تشيرفولور، ما تنساوهاش الله يجازيكم بخير. ما عرفت ما نقول، والله ما عرفت ما نقول حق الله المعبود. اللي عطى الله هو هذا ولادي، ما كاين مين دار، اللي عطى الله هو هذا، صبروا معانا وصافي، عينا ما ندفعوا بهاد الولاء على القدام، ما عرفت واقيلا هي اللي غدفعني دابا حق الله. بون بوغ انفورماسيون، هاد السيد هذا كيهضر على واحد الكلب اللي موجود شمن شحال هادي، اللي هو البيرجي بيرج تيرفيورين، بحال البال بحال البيرجي بيرج مالينوا، هو بزغبه طويله وصافي. واه واه كيهضر على هاد الراس، ولكن الكلب اللي عنده ما عنده حتى علاقه بلا راس، هو قال لك هو هجنو سماه تيرفوران ولا مع تيرفورين ولا الله ما نعرف. انا ما هادي كتعرف ديك الهضره اللي قال له وقفوا الكره الارضيه خصني نهبط، وحق الله الا خصني انا ساعه ساعه بحال هيدا كان كعا كنسخط كنقول غنحيد من هاد اليوتيوب غنبعد من هاد التخربيق هذا كامل، هو بزاف اصاحبي والله الا بزاف، اقسم بالله الا بزاف راه زعما محشومه اصاحبي عيب واحد. خوتي هاد الفيديو بغيت غير نبارطاجيه معاكم، ما بغيتش نزيد نطول شي حاجه، ما كنتش عاودت انني نصوره فهمتي، حتى كنجبر هاد الكارثه شبرت كاميرا وقلت غادي نبارطاجي معاكم هاد المصيبه الكحلاوه هاد العجب هذا، لا حول ولا قوه الا بالله، ها سمحوا لي وصافي. انا ماشي انا قلت لكم انا كنعاودو كنعاودو كنعاود، ماشي كونتر مول القناه، الله يعاونو الله يسهل عليه، ولكن فيريفيو اصاحبي فيريفيو واش كتلقوا في هاد المصيبه ديال اليوتيوب. رجعنا بحال روتيني اليومي، روتيني اليومي ديال الجرا هو هذا، روتيني اليومي ديال الكلاب هو هذا، صور فيديو ما عنده حتى علاقه بدا هاد الجن، هاد هاد الجن اصاحبي واش هذا الجن صراحه قرات ملايين السنين صاحبي، وفلي جين الكومبوزيسيون جينيتيك والروينه وشحال من عمليه بالمحاولات والالاف ديال الملاير المحاولات، كتقول لي انتينا هاد الجن ديال حي الناس سيدي ما عرف. خوتي تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.